نعود مجددا إلى محافظة كفر الشيخ، والتي سبق وأن استعرضنا لجنتين عامتين لهذه المحافظة. نعود إلى لجنة العامة فيها، هي اللجنة العامة رقم 2 لقسم شرطة الثاني كفر الشيخ، نتابع. اللجنة العامة رقم 2 مقرها قسم شرطة ثاني كفر الشيخ، إجمالي اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة 11 لجنة. إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية التابعة للجنة 47181. إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 19029. مجموع الأصوات البطلة 1281. مجموع الأصوات الصحيحة 17748. وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح كالتالي: عبد الفتاح سعيد خليل السيسي 17272، موسى مصطفى موسى محمد 476. النسبة المئوية للحضور 40%.